فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من اتهم غيره بأن له علاقة مع امرأة غير زوجته ولم يصرح بأنه قد زنى بها، من اتهم غيره بأن له علاقة مع امرأة غير زوجته ولم يصرح بأنه قد زنى بها، فهل يقام عليه حد القذف؟ هذا عند القاضي، هو الذي إذا أقام زوج المرأة الدعوى عليه عند القاضي، القاضي يشوف الحكم المناسب له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.